ننتقل إلى مقال في صحيفة هآرتس لأفريس سنة من كاتب من صحيفة هآرتس عن خطة السلام المناورة المقبلة لترامب ونتنياهو. الرؤية لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس مع المبشر الإنجيلي والحخام من حركة حباد، حركة حسيدية تنتمي إلى التيار اليهودي الأرثوذكسي، مقرها الأساسي في بروكلين في نيويورك، جسدت قوة التحالف السياسي بين الجناح الديني في الحزب الجمهوري وبين الوسط المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. العرض النووي الإيراني الذي هو ثمرة عملية جريئة ومحكمة قام بها الموساد وما قدمه نتنياهو بصورة دراماتيكية كان الفصل الأول من مناورة مترابطة، ومن دون الاستخفاف بالإنجاز الإنجازات الدراماتيكية والاستخباراتية المذهلة، فإن هذا لم يكن سوى عرض هدفه تحضير الساحة السياسية الأمريكية لخروج دونالد ترامب من الاتفاق النووي. بالنسبة إلى الضليعين في المخططات الإيرانية، لم يكشف العرض أشياء جديدة مذهلة، وإذا كان المقصود منه التأثير وإقناع أجهزة الاستخبارات والزعماء الأوروبيين توجد طرق أكثر نجاعة لذلك، لكن عرض الملفات لم يكن هذا هدفه، بل جرى تقديمه لترامب بناء على طلب منه. ولقد كافأ الرئيس الأمريكي نتنياهو بسخاء من خلال تحويل انتقاء السفارة إلى عرض دعائي مذهل. إن التحالف بين ترامب ونتنياهو سياسي وليس تحالفا استراتيجيا كما يحاول نتنياهو تقديمه. لو كان هذا التحالف استراتيجيا لما كنا لا نعرف شيئا عن عمق التعهدات الأمريكية في سوريا، ولما كنا نتخوف من البقاء وحدنا في مواجهة الإيرانيين في حال تصاعد النزاع في سوريا، ولما كنا بحاجة إلى المناورة في مواجهة فلاديمير بوتين لمنع التمركز الإيراني في سوريا. ستكون المناورة المقبلة للثنائي ترامب ونتنياهو على ما يبدو خطة السلام التي لها هي أيضا هدف سياسي في الولايات المتحدة وفي إسرائيل. الرئيس الأمريكي سيبدو كرجل دولة محب للسلام ومستعد لأن يجد الوقت للاهتمام أيضا بنزاع يائس الكل من إيجاد حل له. وسيزرع نتنياهو بضعة شروط في خطة ترامب لا يستطيع الفلسطينيون الموافقة عليها، لكن يمكن أن يبني حولها إجماعا في المجتمع الإسرائيلي. على سبيل المثال، ترتيبات أمنية في القدس، وقضية حق العودة المطروحة كلاميا وليس عمليا، وسيجري التنديد بالفلسطينيين بصفتهم رافضين. وفي إمكان نتنياهو الذهاب إلى الانتخابات مع صورة معززة له كحام للأمن. من المتوقع أن يرفض نتنياهو بعض المكونات في خطة ترامب التي نسقت معه مسبقا، وهذا أيضا لأسباب سياسية تتعلق بالشريكين. سيكون على نتنياهو أن يثبت لقاعدته أنه ليس بحاجة إلى الانزلاق يمينا من أجل الانتخابات، وترامب بحاجة إلى ترميم مكانته كحكم نزيه في الشرق الأوسط، وهذه مكانة فقدها بعد أن اتضح تماهيه الديني الفكري مع اليمين الأيديولوجي في إسرائيل. جاء في المقال أيضاً الذي يحلل هذه العلاقات بين نتنياهو وترامب، من المتوقع أن تضع المناورة كل من يعتبر نفسه معارضاً في إسرائيل أمام ضرورة اتخاذ قرار. إذا كان خطاب نتنياهو صحيحاً، لا يوجد مبرر حينئذ لانتقاده بشأن علاقته بخطة ترامب، لا على ما سيقبل به بسرور ولا على ما سيرفضه بحزم. لكن إذا كانت خطة ترامب ليست وصفة حقيقية للسلام، يجب عندئذ قول الحقيقة، والحقيقة هي أن هناك ضرورة لتقسيم البلد إلى دولتين وإخلاء جزء من المستوطنات وتحويل الجزء العربي من القدس إلى عاصمة للدولة الفلسطينية، وإلى ترتيبات أمنية تستند إلى تفوق الجيش الإسرائيلي وليس على وجوده المادي في كل المناطق المهمة. أنهى الكاتب مقاله بالقول في هآرتس: لا حدود لسخرية التاريخ. ربما خطة ترامب بالتحديد ستدفع مواطني إسرائيل إلى الوصول إلى لحظة حقيقية.